مفهوم الوطن. هذا الإبداع الإنساني الخلاق الذي يدعى الوطن هو قاسمنا المشترك. للدخول إلى مفهوم الديمقراطية برحابته مداخل عديدة، ومن هذا المنطلق رأى المحاضر اللواء المتقاعد رضا الشريقي أن الدخول إلى الديمقراطية من باب اعتقد أنه الأهم، ألا وهو السلاح، في محاضرته التي ألقاها بعنوان قوة الديمقراطية وديمقراطية القوة. هذا العنوان الملفت والعميق بمعناه، والذي تناول من خلاله المحاضر محاور عدة أبرزها المشروع الفكري المعتمد في السياسة والحرب. الحقيقة يعني نحن في هذا الوطن الذي يعني يتعرض لهذه الهجمة الاستعمارية التكفيرية الرجعية البغيضة، نحتاج اليوم إلى حالة جديدة من حالات السلاح الذي يجب أن نستخدمه ضد هذه الهجمة. وأنا أعتقد أن موضوع السلاح الأساسي الذي يعتمده قطرنا العربي السوري وحزب البعث العربي الاشتراكي بشكل أساسي هو سلاح الفكر. أما إذا تحدثنا عن السلاح الآخر الذي يعتمده مملكة الرمال وغيرها، فالسلاح هو المؤامرة، وهو السلاح السيف، وهو سلاح المال. فهذه الأسلحة هم بين الحين والآخر يشحذونها لذبح أبناء الأمة العربية، ولكننا علينا نحن أن نجحز سلاحنا الذي هو سلاح الفكر كي ندافع به عن أنفسنا وكي نبني به الأجيال. ومحاضرة اليوم هي تنطلق ضمن موضوع العمل الفكري الذي يعتبر هو أحد الأسلحة المهمة التي يجب أن نعتمدها ويجب أن نجحزها بين اليوم وبين الحين والآخر كي نستطيع رد الكيد عنا، وكي نستطيع رد هؤلاء المجرمين الذين يحاولون الإساءة لأمتنا العربية من المحيط إلى الخليج. أولا، عنوان المحاضرة هو عنوان مغري، أنه قوة الديمقراطية وديمقراطية القوة. هل تمتلك الديمقراطية قوة بذاتها، أم أن القوة يمكن أن تفرض الديمقراطية؟ يعني العنوان مثير تلقائيا للجدل، ولكن الحقيقة الجانب الذي يعني هيك أثار ليس دهشتي تماما، وإنما هو الجانب التاريخي لبذور الديمقراطية الأولى التي تتبعها الباحث، وأكد أن وجودها كان في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، في منطقتنا عند السومريين وعند الكنعانيين وعند الفينيقيين. كما تحدث عن التاريخ الإنساني الذي كان يعكس ديمقراطية القوة قبل أن يسعى العقلاء والمفكرين إلى البحث عن قوة الديمقراطية. الديمقراطية هي مفهوم مثل ما يتفضل عنه المحاضر ويحكي عنه تاريخيا، وما يحكي بالحضارات يلي بنت أساسها الديمقراطية، وليست الديمقراطية الحقيقة اللازم اللي يعيش الشعوب، وليست مثل ما تمثل أنها خاصة بالأحداث الأخيرة بسوريا يلي هني نادوا بالحرية والديمقراطية، يلي بيفهموها هني كجابوها من الحركات الوهابية اللي هي تدمير البلاد وتدمير البنى التحتية للبلاد. بالعكس، نحن نعشق الديمقراطية الحقيقية اللي هي بتكون قائمة على صمود البلد وصمود الشعب. الديمقراطية بالقوة، بقوة السلاح، بقوة الفكر. الوطن قيمة عليا تستقر في وعي الشرفاء أصحاب الإرادة الواعية والحرية المسؤولة.